تشاهدون. فريق الجدعان في مصنع أعلاف الوطنية للثروات الداجنة والحيوانية للوقوف على إجراء اختبار خامات الأعلاف والجودة في التصنيع، وجهود فرق البحث والتطوير في ابتكار برامج غذائية متكاملة ومتميزة تعمل على خفض تكلفة الأعلاف، والتي تمثل 60% على الأقل من تكلفة الإنتاج الداجني والحيواني. اتحركنا مع فريق خبراء أعلاف الوطنية لمصنع الأعلاف في النبارية، أصل كنا لازم نشوف المنظومة كاملة ونلاقي إجابة لسؤالنا الأهم، إزاي ممكن نخفض تكلفة الأعلاف ونحقق نفس النتائج المتميزة في معاملات التحويل الغذائي. وخلي بالكم، التصنيع بيكون بعد نجاح التجارب لبرامج التغذية لثرواتنا الداجنة والحيوانية، يعني بعد شغل فرق البحث والتطوير، وبجد الكل هناك شغال على أعصابه وبضوابط صارمة وإحساس عظيم بالمسؤولية تجاه ثرواتنا الداجنة والحيوانية. تعالوا في البداية نقابل المهندس فؤاد عبد الحميد، مدير مصانع أعلاف الوطنية، وخلي بالكم ده خبرته في إدارة المصانع تمتد لأكثر من 30 سنة. مهندس فؤاد عبد الحميد، مدير مصانع الوطنية للأعلاف، خليني أقول لحضرتك أن أنت، أنا في نظري بعد زيارتنا النهاردة، أنت رئيس جمهورية صناعة العلف في مصر. كم من الأبحاث والتطوير يحدث داخل هذا المكان لازم نقف له احترام. انت بتشتغل عشان كل مربي في مصر. تحياتي لحضرتك، احكي لنا ماذا تعني مصانع الوطنية للأعلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الوطنية لتصنيع الأعلاف هي احدى شركات دواجن الوطنية مصر، وهي ليست مجرد عدة مصانع لإنتاج الأعلاف سواء كانت للدواجن او للمواشي، ولكنها تعتبر مؤسسة كبرى بحثية في هذا المجال. هدفها الأساسي هو إنتاج منتج سواء كان أعلاف الدواجن أو المواشي على أعلى مستوى من الجودة، وهدفنا الأساسي هو صحة الإنسان. صحيح. مصنع العلف عندنا بيتكون عندنا من ثلاث مصانع: مصنع لإنتاج علف الدواجن، وآخر لإنتاج علف الماشية، وآخر لإنتاج الفول فات الصويا اللي هي الصويا كاملة الدسم. المصنع بيقع في كيلو 74 في طريق مصر. علم يا باشا، انت بتقول ايه؟ نعم. في طريق الصحراوي. والمصنع خطوط الانتاج الموجوده في المصنع عندنا مورده من اكبر شركات على مستوى العالم في مجال خطوط اعلاف الدواجن، لان الغرض منها هو ان تقوم عمليه تصنيع العلف على اعلى مستوى وعلى اعلى معايير الجوده الممكن الموجوده عالميا، والهدف النهائي هو علف آمن للإنسان. أنا عندي سؤال كده بخصوص مصنع الفول فات صويا. نعم. معروف أن الفول الصويا بناخد نعصره وناخد الكسب بتاعه يدخل في العلف، الزيت نطلعه زيت طعام. نعم. صح كده، للبشر. نعم. طب أنت كده بتخسر منتج لما بتاخد فول الصويا وتدخله في صناعة العلف على طول، ليه ما بنخرجش منتجين؟ لو حضرتك حسبناها، لو إحنا نعمل منتجين هيكون أكثر ربحا لينا، لكن احنا اخترنا الاتجاه الاخر ان احنا نحقق اعلى جودة من المنتج عشان نستخدمه في علف الدواجن. بمعنى يا حضرتك؟ بمعنى ان الصويا كاملة الدهن هتكون اقصر قيمة غذائية للطائر، وبالتالي توصل لاحتياجاته من الطاقة ومن الدهون، وده بالتالي هينعكس على مستوى التحول الغذائي ومستوى النمو بتاعه. الدهون ممثلة في الزيت اللي في فول الصويا؟ الدهون ممثلة في الزيت اللي احنا المنتج بتاعنا اللي هو الفول فات او الصويا كاملة الدهون بتحتوي على الاثنين، اللي هو الصويا المواد الكربوهيدرات بالاضافة للزيوت اللي احنا موجودة في نفس المنتج. اتناقش معاك في قضية مهمة. اتفضل يا فندم. هو احنا ليه العلف غالية؟ ليه الخامات غالية؟ الخامات والعلف غالي لان العلف مرتبط باسعار الخامات، وده مرتبط بسعر البورصة الموجودة في مصر، والبورصة عالميا طبعا بنتأثر بالبورصة العالمية. لكن طبعا احنا بنشجع ان شاء الله لو في اتجاه ان احنا نزرع هذه الخامات في مصر ويكون في توسع فيها، ده بالتأكيد هينعكس على اسعار العلف. يعني اي كميات هتزرع في مصر من الذرة الصفراء او فول الصويا الوطنية جاهزة نشتريها؟ تماما تماما. واحنا شجعنا خلال السنوات الماضية استهلكنا كمية ذرة منتجة محليا، تعاقدنا مع المنتجين المحليين في مصر وخدنا معظم الكميات هنا في الوطنية، لأننا بنشجع هذا الاتجاه. هي أجود؟
احنا بنستقبل اي خامة عندنا سواء كانت خامة مستوردة او خامة محلية طبقا للمواصفات الوصفات الفنية التي لا يمكن ان نتنازل عنها. لكن الخامة المحلية الخامة جيدة جدا وليس فيها اي مشكلة الحمد لله. من اسرار نجاح مصنع اعلاف الوطنية مختبرها المتميز جدا والمتخصص في تحليل العينات والمنتج النهائي لبرامج التغذية. ركزوا مع الكيميائي محمد عبد العاطي مدير مختبرات شركة أعلاف الوطنية. الكيميائي محمد عبد العاطي مدير مختبرات معامل الوطنية للأعلاف. خليني أقول لحضرتك في البداية أن مهمتك عظيمة جدا، أنت مسؤول عن كل خامات تصنيع الأعلاف. طمنا إزاي بنطمن لجودة هذه الخامات؟ طبعا احنا بالنسبة للخامات هي مهمة جدا جدا في تصنيع الأعلاف، فاحنا بنعمل فحص على الخامات عند المخازن الموردين في الخارج أو في المواني نفسها، وبناخد عينات وبنفحصها وبنشوف إذا كان مطابقة للمواصفات أو لا. لو هي مطابقة للمواصفات قبل التوريد للمصنع قبل التوريد للمصنع وقبل ما تيجي خالص، لو هي مطابقة للمواصفات بندي بقى أوكي، بيجي الجرارات محملة بالخامات على باب المصنع. نبدأ من على باب المصنع نتعامل مع كل جرار، سواء الجرار ده في ذرة او في صويا، لان الذره والصويا بتمثل نسبه من 80-90% من الايه من كل العناصر الغذائيه الموجوده يعني. فبنحاول ان احنا الذره بالذات في الفحص الظاهري بنشوفه في نسبه الكسر يكون مطابق المواصفات تمام، وبنشوف اذا كان في اي اصابات حشريه برضو بنرفض، وبنرفض تماما يعني حتى لو احنا برضو شفناها هناك. اما بالنسبه للصويا فنسبه الصويا برضو لازم يكون نسبه المعامل الهضم، معامل الهضم يكون في النسبة المسموحة قبل ما نوافق برضو قبل ما ندخل الصويا. هو في التريبسين في فول الصويا دايما هو المشكلة انه بيمنع الهضم، ده بتتعامل معه ازاي؟ والله هو التريبسين ده المفروض انه هو بيكون موجود بنسبة اختبار موجود هنا عندك؟ الاختبار موجود وبنعمل قبل ما نوافق او ندخل اي جرار في شحنة صويا، لازم الاول نعمل اختبار التريبسين ده. طب فهمنا ايه الاختبار؟ الاختبار عباره عن ان احنا بناخد العينه وبنعمل بناخد ريجنت معين او كاشف معين بنضيفه على العينه، الكاشف ده بيدي تفاعل مع التريبسين اللي موجود او الانزيم اللي موجود، يقدر يقول لنا النسبه مبدئيا رابيد تيست كده قد ايه اذا كنا نقبل او ما نقبلش الخامه بتاعتنا. بالمناسبه الابحاث حاليا في شركه اعلاف الوطنيه نجحت في انتاج برامج تغذيه تزود طول أمعاء الطائر بنسبة 20%، وبالتالي تزود مساحة الامتصاص لكل العناصر الغذائية الموجودة في الأعلاف بشكل تام، ومن هنا بيتحقق أفضل معامل تحويل غذائي وأفضل مناعة للطائر، لأن 80% من مناعته في أمعائه. خليني أسألك على حاجة مهمة جدا، الأعلاف بتاعتنا للأسف في بعض المصانع بنلاقي العلف نفتح الشكارة نلاقي بودرة، أو الراجل مصنع بالتس أو مصنع بشكل مختلف يوصل بسبب التداول يبقى سيء جدا. إزاي أقدر أضمن أن العلب بتاعك اللي خارج من هنا قوي لدرجة أنه يستحمل أن يروح الوادي الجديد، يروح اسكندرية، يروح القاهرة، يروح الكرة؟ أنا المربين في الكرة دي حضرتك بنبدأ نعمل اختبارات على التصنيع أو نقاط التصنيع عندنا، بحيث ان احنا نشوف هل نقاط التصنيع ماشية بالبرنامج اللي محطوط صح وكل البارامتر بتاعها ماشية صح ولا لا قبل ما نوصل لمرحلة البلت. وبعد مرحلة البلت بنعمل حاجة اللي هي الصلابة في العلف، بنشوف البلتاية هل هي الصلابة بتاعتها عالية ولا لا عشان تستحمل ايه التداول بتاعها. في نفس الوقت نسبة الناعم برضو بنقيسها بحيث ان ما يبقاش نسبة الناعم اكتر من المسموح، فبيوصل عندنا النسب في المسموح طبعا قبل ما نطلع اي علف او ايه المسموح شكارة. انا ملاحظ الاجابه دبلوماسيه، ايه المسموح عشان انا كمربى بعرف افتح الشكاره ايه المسموح بالنسبه لي نقبله وايه اللي ارفضه؟ هو المسموح طبعا يعني بيبقى نسبه الصلابه بتبقى في حدود اعلى من 95% وبتوصل عندنا اعلى من كده كمان ان شاء الله، بحيث ان هو ما يبقاش فيه نسبه ناعم كتير او يتحمل التداول بتاعه. يعني انا كمربي اقبل لغايه 95%، اقل من كده شكرا ما اقبلش الشكاره. احنا ما بنطلعش اصلا اقل، لا مش على حضرتك انا بتكلم بصفه عامه. بصفه عامه العلف الاقل 95% نسبه صلابه غير مقبول. بالظبط. اعلى
أعلاف الوطنية اللي بتنتجها المصانع سواء للدواجن أو الثروة الحيوانية كلها بينتجوها وفق خطة إنتاج وبرامج تغذية موحدة سواء لمزارع الوطنية أو للمربين، كل ده لأن إدارة الجودة في المصنع بتشتغل بقبضة حديدية وسلطتها ممتدة لكل الإدارات. تعالوا نقابل المهندس إبراهيم الكشكي مدير الجودة في مصانع أعلاف الوطنية. المهندس إبراهيم الكشكي مدير الجودة في مصانع الوطنية للأعلاف. خلينا أقول لحضرتك قبل ما نشرح مفهوم الجودة في مصانع الوطنية، إن جودة اللحم نفسه أساسها هو شغل حضرتك. بالظبط. تمام؟ يعني كل مربي في مصر جودة اللحم بتاعه بتعتمد على جهودك. تمام. طيب، إحنا هنا واخدين شهادات كتير جدا، هدفها إن إحنا ندعم جهود البحث والتطوير اللي جوه مصنع العلف. بالظبط. طيب، فهمنا بالراحة كيف تتم إجراءات الجودة داخل مصنع الوطنية للأعلاف. هو بالنسبة للجودة هنا حضرتك، الجودة بتبتدي إن مفهومها كبير، ودي بتحتوي على عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بالنسبة عندنا للجودة بتبتدي من بداية استلام الخامات. المرحلة الثانية متابعة عملية التصنيع. المرحلة الثالثة خدمة الدعم الفني. بالنسبة لمرحلة استلام الخامات دي تبتدي اللي احنا بنهتم باستلام الخامات الواردة للمصنع من أول المينا، مش من أول المصنع، من أول ما بتيجي للمينا، عن طريق اللي احنا عن طريق اللي احنا عندنا فريق جودة متخصص، ده بيوصل للمينا بحيث ان هو بيشيك على كل الخامات اللي واردة لينا ونبدأ نتشك عليها. بعد كده الخامة بتبدأ تجينا هنا المصنع، بنتشك عليها لتاني مرة بطريقتين، طريقة كيميائية وطريقة فيزيائية. الطريقة الفيزيائية اللي انا ببدأ ابص على شكل الخامة بتاعتي ولونها ولو فيها اي حاجة غريبة فيها. بعد كده تحليل كيميائي. التحليل الكيميائي اللي انا ببدأ اشوف فيه نسبة البروتين، نسبة الرطوبة، نسبة الفات، نسبة الفايبر، نسبة السموم الفطرية. كل ده بيتم في المعمل، والمعمل عندنا مجهز جدا. ده بيتم على جهاز الـ NIR. جهاز الـ NIR حضرتك ده بيطلع النتيجة بتاعتنا في 30 ثانية. يعني انا اقدر اخد قرار اللي انا ارفض خامة او اقبل خامة خلال 30 ثانية. يعني القرار اللي واقف بره ايا كانت الخامة انا ممكن اقدر اخد القرار فيه اللي انا اقبل الخامة او ارفضها. المرحلة الثانية اللي ببدأ أخش فيها مرحلة مراقبة التصنيع. متابعة التصنيع عندي اللي أنا عندي المصنع كفريق جودة هو بيشيك على كل مرحلة من مراحل التصنيع بتاعتي، سواء مرحلة الكبس، سواء مرحلة الكولر، سواء مرحلة الطبخ، سواء مرحلة الكونديشنر. كل ده في كل مرحلة أنا بقدر أخد عينات متمثلة وعينة متمثلة في كل مرحلة وأبدأ أتشك عليها تاني في كل مرة معمليا، بحيث إن هي تكون داخل المواصفة وداخل البرامج التغذية اللي محطوطة لي من أخصائيين التغذية اللي موجودين هنا في الشركة. تمام؟ في النقطة دي بقى حضرتك احنا كل المعايير اللي احنا بنشتغل عليها دي معايير الجودة العالمية. حضرتك احنا حاصلين على شهادة الايزو 9001، دي النقطة اللي حضرتك كنت تتكلم فيها. الايزو 9001 دي عبارة عن أنظمة الجودة عالميا. حضرتك احنا حاصلين على شهادة الايزو 22001، دي الخاصة بجودة سلامة الغذاء، بالاضافه لشهاده بالاضافه لشهاده 45000. دي الشهاده ديت الخاصه بالصحه والسلامه المهنيه، وارض وبرده شهاده ال 14001 دي الخاصه بالبيئه. وان شاء الله باذن الله دي هيبقى اول شهادتين، في شهادتين الايزو 17725 دي الخاصه باداره المعامل، ودي ان شاء الله هنبقى اول شركه في مصر ان شاء الله تبقى حاصل عليها، ودي البلان بتاعتنا في 2021. وبرده هيبقى عندنا شهاده تانية اسمها الجلوبال جاب. شهاده الجلوبال جاب دي ان شاء الله هنبقى برده اول شركه تاخدها في مصر. دي الخاصة اللي احنا عايزين نشوف الجاب اناليسز، او نشوف الفرق بين معايير التصنيع ومعايير متابعة الجودة هنا في الوطنية مقارنة بالمعايير العالمية، اللي احنا نبقى مفيش اي جاب بيننا وبين اي المعايير العالمية. خلي بالكم، جهود خبراء التغذية في شركة اعلاف الوطنية مركزة على خفض تكلفة الاعلاف من 15-20% في كيلو اللحم الواحد، وده عن طريق تقليل نسب البروتين، يعني الطائر ياخد احتياجاته بالملي، ونعتمد على الأحماض الأمينية وزيادة نسبة الألياف في برنامج التغذية. كمان بيسعوا لخفض تكلفة الدواء في كيلو اللحوم، وده من خلال برامج تغذية لا تعتمد على المضادات الحيوية ولكن بدائل طبيعية كمضادات للميكروبات وروافع للمناعة. انتوا هنا بتنتجوا أعلاف لمزارعكم صح؟ بالضبط. والوطنية ما بتربيش أرقب. بالضبط. سلالة الكتكوت. تمام. وده واحد من أفضل سلالات الكتاكيت في العالم. تمام. وليه مواصفات محددة جدا في الطاقة بتاعته عشان يفجر الطاقة الكامنة جواه، صح كده؟ طيب، هل العلف ده يمشي على أي سلالات كتاكيت في مصر؟ بالنسبة لسلالات القب حضرتك، سلالات القب هي عبارة عن المسطرة في كل السلالات اللي عندي، فبما إن أنا نظام التغذية بتاعي بيقدر يدي الاحتياجات الغذائية والاحتياجات الكاملة للطائر بتاع القب، فدي المسطرة بتاعتي، فبناء عليها يديلك نفس المعامل، عشان كده احنا التركيز بتاعنا بيبقى التركيز على زيادة نسبة البروتين. يعني هل ده ممكن يبقى مستقبلا سبب
في خفض تكلفه العلف ان شاء الله، لان احنا على البروتين بدل الدهون بالظبط، لان احنا دلوقتي برامج التغذيه بتاعتنا كل يوم بيحصل فيها ابديتد، وبالفعل بنبدا نجربها عشان كل ده ان احنا نقلل من تكلفه النظام التغذيه نفسه. علف الوطنيه حققت مفاجاه كبيره، تفوقت في البيع الخارجي يعني لمزارع الثروات الحيوانيه والداجنه عن البيع الداخلي لمزارع مجموعه الوطنيه رغم ضخامتها. تعالوا نقابل محمد فوزي مدير مبيعات علاف الوطنية. أنا عايز حضرتك تتخيلني كمربي واقنعني لماذا يجب أن أشتري علاف الوطنية. حضرتك أن شركة دواجن الوطنية استجابت لعملائها في السوق المحلي واستطاعت أن هي تقدم خبرتها في مجال التغذية ومجال تكنولوجيا تصنيع الأعلاف، واستجابت بنزول المنتج الخاص بتاعها هي لمزارعها لنزول للسوق المحلي في سوق الأعلاف في مصر، سواء التسمين أو البياض أو الأمهات. استطعنا أن احنا الفترة اللي فاتت دي ننزل لعدة مزارع على مستوى الجمهورية، وكانت نتائج معاملة التحويل كانت أكثر من ممتازة، وصلت ل 1.35%. أخيرا هي منظومة وما تنفعش غير كده، خامات محترمة، برامج تغذية متميزة، جودة ورقابة فائقة في التصنيع، وتحليل دقيق للخامات والمنتج النهائي، وبحث وتطوير مستمر بميزانيات مفتوحة، يبقى لازم ينجحوا. أما وعدهم بخفض تكلفة الأعلاف خلال العام 2021، أكيد كلنا في انتظار تحقيقه. أي جنيه هينزل في تكلفة العلف أكيد هيفرق كتير مع المربين.